سيد حمادة فراعنة عضو مجلس النواب الأردني السابق. سيد حمادة، أي رسائل يمكن التقاطها مما يجري في القدس اليوم؟ باختصار، هنالك صراع على عنوان واحد فقط، هل القدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية؟ هل القدس جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية؟ أم أن القدس جزء من خارطة الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الجمعية العامة المتحدة في 29/11/2012 وحددت خارطة الدولة الفلسطينية أنها الأراضي المحتلة عام 1967، وأيضا تكرر ذلك في محكمة الجنايات الدولية. بقيت 5 سنوات على جدول الأعمال حتى يبت ما هي صلاحيات وولاية محكمة الجنايات الدولية، وتوصلت إلى قرار بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية وقطاع غزة هي حدود الدولة الفلسطينية، وبالتالي حينما يطالب الفلسطينيون بولاية محكمة الجنايات الدولية فهم يطالبون بمحاكمة الإجراءات المخلة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب. إذن من الجانب الفلسطيني جاء الفلسطينيون لأن يؤكدوا، لأن يقرروا، لأن يثبتوا أن هذه المنطقة، هذه المدينة هي جزء من خارطة فلسطين، وأن شعبها ليس من الإسرائيليين، هم من الشعب الفلسطيني. مقابل ذلك أيضا يجب أن يكون واضحا أن الائتلاف الثلاثي الذي يحكم المستعمرة الإسرائيلية هو اليمين، واليمين السياسي المتطرف، والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، الذين نجحوا في 19/7/2018 بإقرار يهودية الدولة، وهذا شيء في غاية الأهمية يجب أن نتذكره وأن نقف أمامه. وسبقه أيضا قرار من قبل الرئيس الأمريكي المهزوم ترامب في 6/12/2017 حينما اعترف أن القدس هي عاصمة المستعمرة الإسرائيلية. ولذلك الإجراءات الإسرائيلية كانت باتجاه رفض ومنع أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني في القدس، فجاءت هذه الهبة، هذه الانتفاضة، هذه الثورة، هذا الوضوح، هذه الرسالة بأن هذه القدس هي جزء من خارطة الدولة الفلسطينية، وأن باب العمود هذا المركز الرئيسي لقلب القدس، وبوابة المسجد الأقصى، بوابة الحرس، بوابة الحرم القدسي الشريف هي القدس العربية الفلسطينية الإسلامية المسيحية. هذا هو جوهر العنوان، هذا هو جوهر الصراع. نعم.